السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنلقي نظرة على فكرة الفيجوال برومتنج. يعني ممكن تكون عندي صورة والصورة دي فيها أجزاء كتيرة، فأنا أبدأ أعلم على بعض العناصر وأبدأ أقول له خلي بالك إن ده مثلا طائر، إن ده الباك جراوند، بص ده لون وده لون، فبدأ يتدرب. لو اديته صور كتيرة وبعد كده اديته صورة ما دربتوش عليها هو هيبدأ يفهم. تمام، هدي لون مثلا للفاكهة البايظة ولون للفاكهة النظيفة، وبرمج الجهاز يقدر يفصل ده عن ده مثلا، او يراقب حركة النجوم، او يراقب مثلا منطقة معينة خريطة، فيبدأ يشوف ان مثلا بالقمر الصناعي ان هنا في امطار، هنا في كذا في كذا، فيبدأ ان هو يديني ممكن خريطة للراعي او للري او الزراعة. فدي امكانيات كتيرة جدا ممكن احنا نستخدمها حتة الـ Virtual Prompting. لغاية دلوقتي مش عارف ايه الترجمة الدقيقة للبرومت، لو حد عنده اقتراح يا ريت تكتبها لنا. تمام، بعد كده هيبدأ يتدرب على حاجات ممكن ما نكونش احنا واخدين بالنا منها. مع الوقت يبدأ هو اوتوماتيك يبدأ يشوف الصور ويبدأ يدينا ملحوظات، ممكن مثلا صور كتيرة للخلايا و فبنديله المعلومات اللي عندنا وهو يشتغل على المعلومات ويدينا نصايح او يدينا اقتراحات. حاجة زي كده مثلا بدأ يدي لون للباندا ولون للخلفية، فيقدر يفرق يقدر يرسل ده عن ده. ده تقدر تقول اللي بيتم في الخلفية واحنا شغالين على برامج الذكاء الاصطناعي اللي انتشرت جدا الفترة دي. هنعلم على الطاير ونعلم على الخلفية، ويبدأ ان هو يخلي ده على اللير وده على اللير، وكذلك مثلا لو عندي اي نوع من انواع الفاكهة يبدأ يفرق بينهم. ومع الوقت ممكن يبقى فيه كذا مرض من امراض الفاكهة، كل واحد فيهم بيبقى ليه لون معين او شكل معين، يبدأ ان هو يفرق منهم. هو بشرح لك التولز كلها ازاي تقدر تستخدمها. زي ما قلت لك الخرائط نفسها ممكن تتنبأ بالمشاكل اول ما تحصل. مع الوقت يقدر يعرف ان ده طريق، يعرف ان ده مثلا نهر، ان ده زراعة وهكذا.